أكوان الله وآياته أفاق النور وبركاته مرج البحرين بحكمته لا يبغي ملح وفرات خلق الأكوان وزينها أضواء النور وسبحات وجبالا أرسى بقدرته زرع وثمار ونبات أحوال الخلق يدبرها شهدت بالجود الخيرات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أحبتي في الله، في بداية هذا اللقاء الطيب أرحب بكم في سلسلة آيات للموقنين. هذه السلسلة المباركة نحاول أن نتأمل آيات الله في هذا الكون الواسع، وكيف أن الله سخر لخدمتنا كل شيء، حتى النجوم مسخرة لنا. قال تبارك وتعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وقال أيضا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وجمع بين نعم السماوات والأرض في آية واحدة، قال عز وجل: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ربما يتساءل بعض الناس: كيف سخر الله النجوم للإنسان؟ كنا قديما نهتدي بهذه النجوم ونتوجه بها قبل اختراع الأجهزة الحديثة وما يسمى بنظام التوجه العالمي GPS وغير ذلك. اليوم نحن لسنا بحاجة لهذه النجوم. العجيب أيها الأحبة أن العلماء اليوم حتى في الفضاء يستخدمون النجوم للتوجه، هم يستفيدون منها. المراكب الفضائية تستخدم خرائط النجوم لأنه لا يوجد جاذبية ولا يوجد مغناطيسية ولا يوجد مجال مغناطيسي خارج الأرض، لذلك يستخدمون هذه النجوم. ربما الاستخدام الأغرب للنجوم هو استخدامها كساعات كونية دقيقة جدا جدا. العلماء كشفوا حديثا عن نجوم تطلق موجات راديوية تم قياسها بهذه الرادارات، وتبين أنها تصدر أصواتا مرعبة باستمرار. هذه النجوم أيها الأحبة هي بقايا لنجوم ميتة، يعني النجم الميت بعد أن ينفجر يتشكل منه، طبعا في ظروف محددة، أن يكون أكبر من الشمس بعدد محدد من المرات وبصفات معينة، عندما يستنفذ وقوده وينفجر على نفسه وينطوي وتنضغط مادته يتحول إلى نجم دوار تدعى النجوم النابضة. هذه النجوم تدور باستمرار وتعطي هذه الومضات وتعطي موجات جذب تسمى موجات جذب دقيقة جداً وقوية، وتخترق أي شيء تصادفه في طريقها. بعد دراسة هذه النجوم لفترة طويلة، وهي نجوم مكتشفة حديثا، تبين أيها الأحبة أنها ساعات كونية أدق من أي ساعة ذرية اخترعها الإنسان. لذلك يحاول العلماء اليوم الاستفادة من هذه النجوم في ضبط الزمن، لأنها أدق من الساعات الذرية. سبحان الله. آيات للموقنين. هذه النجوم إذن الله تعالى سخرها لنا لنستفيد منها،
ولو بحثنا سنستفيد أيضا منها ونستفيد من نجوم أخرى. لذلك أيها الأحبة، حتى كل أنواع النجوم كان فيها فائدة لنا، أنها مسخرة لتزيدنا يقينا بالله سبحانه وتعالى. الكون أيها الأحبة يحوي ملايين بل مليارات ومليارات من هذه النجوم. هناك تسخير لم ندركه، أو ربما معظمنا لم يشعر به، أن هذا الكون مسخر لك أيها الإنسان ليزيدك يقينا بالخالق عز وجل، وهذا نوع من أنواع التسخير سبحان الله. ومعنى سخر في اللغة أي كلفه عملا بلا أجر. فعندما نتأمل هذه النجوم ونتأمل هذا البناء الكوني الهائل، نزداد يقينا بالله سبحانه وتعالى، ونشعر بضآلة أنفسنا أمام هذا الكون، نتواضع أمام هذا الكون. وبالتالي لابد أن الله الذي خلق هذه النجوم وهذه المجرات وهذا الكون الواسع أنه أكبر وأعظم من أي كون، وأن كل هذا الكون بالنسبة لله لا يعتبر شيئا. الآن أيها الأحبة، إذا طرحنا سؤالا، لماذا سخر الله لنا هذه النجوم؟ ولماذا سخر الله لنا كل شيء؟ الله عز وجل عندما خلق الإنسان أيها الأحبة أراد منه شيء واحد فقط، أن يعبده، فخلقه بأفضل صورة وأعطاه أفضل شكل ووضع له أفضل تصميم وهيأ له كل الظروف وهيأ له هذه الأرض لتكون كالفراش يرتاح عليها، وهيأ له كل الظروف المناسبة ليعيش حياة سعيدة مستقرة لا يشعر فيها بأي أذى أو أي ضرر أو أي جهد أو أي تعب. كل هذا سخره الله لك، ثم وضع هذه الأشياء الكونية وهذه الأشياء على الأرض التي خلقها في خدمتك، وبعد ذلك لم يترك هكذا، إنما أنبأك عنها في القرآن. إذا تأملت هذا القرآن سوف تجد حديثا عن كل شيء. الله تبارك وتعالى يقول: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. فهذا الكتاب العظيم القرآن احتوى على كل شيء، أيضا رحمة بك أيها الإنسان، لتعود إلى خالقك ورازقك عسى أن تعبده فتحظى بنعيمه ورضاه سبحانه وتعالى. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات، وأن يجعلها وسيلة هداية لمن هو بعيد عن طريق الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. آياته للموقنين رتلت ذكرا مبينا، شمسه بالنور تسري جل من أقرى العيون، أبدع الأغصان فضلا، أنبت الحب الحصينا، أجرى بحرا عند بحر، برزخ الآيات فينا، مالك الأقدار ربي سامع.